يونس علاء، اللي بنشوفه هنا في مدينة السادات هو استنساخ أو نسخة من أماكن كتير بتحصل في مصر بالنسبة لتوفير مساحات للبناء الاجتماعي، بالنسبة لجودة ما يحدث في البناء وتقديمه للمستهلك في النهاية. لكن اللي بيميز مدينة السادات في النهاية برضو إن هي مدينة في الغالب صناعية، فاحتياج السكن هنا ليه احتياج أساسي وملح. فإزاي فكرنا أو إزاي خططنا أو أعدنا تخطيط المدينة بحيث تتناسب مع هذه الاحتياجات؟ أنا بس حضرتك برحب بيك في مدينة السادات. أنا عايز أعرف بس المنطقة اللي أنا فيها دي، كنا إحنا فيها هنا دي سنة 2014 كان من ضمن المساحات المتعدة عليها. بعد الثورة بتاعت 2014 الحمد لله استرجعنا الأرض دي، كان 70,000 فدان. أقمنا عليها بعض الأحياء السكنية، أقمنا عليها حي الزيتون في 5,000 وحدة سكنية وتم تسليمها للسكان، وفيها حياة دلوقتي وفيها منطقة كاملة فيها خدمات متكاملة، فيها مدرسة، فيها حضانة، فيها مسجد، فيها ملاعب، في عندي كمان هنا مركز شباب اتعمل على مساحة حوالي 18 فدان، في مدرسة، مدرسة تغات قطاع خاص، في جامعتين، جامعة حكومية جامعة السادات على مساحة 500 فدان، في جامعة خاصة على مساحة 36 فدان قائمة دلوقتي بتبني، وإن شاء الله هتبدأ الشغل إن شاء الله على العام الدراسي 2023. يعني إحنا اللي بنتكلم عن سكن اجتماعي مش بنتكلم عن عمارات فقط، بنتكلم عن خدمات، عن خدمات موجودة. يعني مش هجيب الناس تسكن بدون خدمات موجودة، لا، في خدمات وفي فرص عمالة. في هنا منطقة صناعات، في 6 مصانع بيتعملوا هنا جنبها مصنع جبنة، يعني فيها فرص عمالة كتيرة جدا. في قرية ذكية، في زي ما قلت لحضرتك في الجامعة، يعني فرص عمالة في المنطقة المحيطة. في عندي هنا برضو حوالي على بعد حوالي 4 كيلو أو 5 كيلو في السوق الجملة، وسوق الجملة ده كان احنا عملناه كمرحلة أولى 20 فدان، والسوق على 80 فدان. فتحنا المرحلة الأولى منه حوالي 20 فدان، فيها 87 محل. ال 87 محل بعنا أول حوالي 29 محل اتباعوا في مزاد، ولسه في مزادين تانيين ان شاء الله. السوق لما يشتغل هيعمل هنا رواج في المنطقه جامد. هنا عايز اعرف حضرتك ان في هنا 38,000 قطعه جايه بترفيقها، وسلمنا منها حوالي 15,000 قطعه، وان شاء الله بنهايه 2020 هيكون 38,000 قطعه اتسلموا وبداوا الناس تشتغل. في قطعه هنا حضرتك برضو لو حضرتك جاي في قطاع في حي الزيتون، في ناس استلمت وبدات شغل فعلا. طيب حركه الماليه موجوده. طيب حضرتك اشرت لحاجه مهمه جدا، ان هذه المنطقه اللي بقت اسكان اجتماعي دلوقتي فيها عمارات اسكان اجتماعي، كانت قبل كده منطقه عشوائيه او متعدى عليها، كان متعدى عليها وكان زراعات، كان زراعات جائره على المخزون الجوفي بتاع المدينه. طيب كويس، كيف تعاملنا مع هذه المنطقه العشوائيه غير الامنه او غير المخططه ونقلناها لهذا الشكل الجمالي الجديد؟ اول ما رجعت المنطقه اسندنا على طول اعمال الطرق، اسندنا اعمال الطرق بحوالي 300 مليون جنيه لشركات، انشانا فيها شبكه الطرق اللي موجوده دي، وقسمنا الاحياء وقعدنا تخطيطها في حي دلوقتي الروضه والريحانه، حي الزيتون، حي النخيل، حي الفردوس اللي احنا فيه دلوقتي، حي النور، ده اللي مقام عليه دي هنا في 87 عماره مقامة من ضمن المرحلة الرابعة للإسكان الاجتماعي. فيها عندي حي النور برضو من ضمن المرحلة الثالثة، وفي جزء من المرحلة الرابعة في الإسكان الاجتماعي. تفهم المراحل دي كلها وفرت كم وحدة سكنية؟ حوالي 20,000 وحدة. 20,000 وحدة في حوالي 6 سنين. في 6 سنين. وده رقم يعتبر قياسي بالنسبة لحجم العمل. بالنسبة لحجم العمل والطلبات اللي هي متاحة، يعني احنا ما بنعملش إسكان غير لو كان في طلب عليه. فالحمد لله التخصيص، يعني احنا خصصنا تقريبا حي الزيتون، حي الزيتون بالكامل، وان شاء الله هيبدا تخصيص ممكن يكلمك فيه بعد كده مهندس صلاح، هيبدا تخصيص في حي الفردوس خلال الشهر ده ان شاء الله. طيب هو ده يحلنا برضه للسؤال الاولاني، احنا في مدينه يغلب عليها الطابع او الطلب العمالي، في عمال جايين من محافظات اخرى عشان يشتغلوا في المدن الصناعيه، في المدينه الصناعيه في السادات، فبالتالي لازم لهم توفير سكن ملائم وجيد وآدمي وله وجه حضاري، فده أكيد كان في حسبانكم وانتم بتخططوا لهذه المشروعات. طبعا زي ما حضرتك قلت لازم نلائم سكن، قبل السكن لازم نوفر له الخدمة علشان يكون موجود في نفس الموقع، سواء مدرسة أو حضانة
أو مركز طبي، ملاعب ثلاثية، مساجد، كنائس، كل الحاجات دي متوفرة. تمام. طيب ده برضو يحلنا لحاجة تانية. مدينة السادات قبل 2014 كان لها شكل، ودلوقتي خلال الست سنين بقى لها شكل بإضافة هذه المجمعات السكنية الجديدة. أنا هقول لحضرتك رقمين بس، حضرتك تتخيل الشكل. مدينة السادات من بدء العمل من 1980 حتى 2014 اتصرف عليها 2.5 مليار. من 2014 لغاية 2020، لغاية اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، اتصرف 8.5 مليار. فتشوف حضرتك حجم الاستثمارات، 2.5 في 8.5 في 6 سنين، و2.5 في كام سنة قبل كده. ده بيقول ان في وجه اختلف تماما في مدينة السادات في السنين اللي فاتت دي، ومنها تحديدا ان احنا وفرنا سكن، فبالتالي هناك خدمات زيادة، هناك حركة رواج بشكل عام بتحصل في المدينة دلوقتي. بلائم جميع الطوائف، مثلا يعني عامل برضو اسكان، عامل مدارس خاصة، سواء المستثمرين في مدارس خاصة، مدارس أجنبية موجودة في المحور، في مركز شباب كبير اتعمل ب 150 مليون جنيه، وده أقمنا عليه الدورة الرياضية بتاعت المدن الجديدة في شهر مارس اللي فات، والحمد لله كانت ناجحة. فبقول لحضرتك يعني اللي هي الخدمات متوفرة وموجودة في المنطقة، بحيث ما تكونش بعيدة عن الساكن. في نقل داخلي احنا عاملينه هنا بمساعدة مجلس الأمم اللي هو شريك معانا في الاستثمار، في جايب موفر مواصلات، المواصلات دي بتنقل الناس من هنا لسواء المناطق الصناعية أو للمدينة جوه في الموقف بتاع المدينة. طيب حضرتك رئيس جهاز مدينة جديدة، مدينة السادات، وأعتقد اللي بيحصل هنا برضو هو استنساخ لكل المدن الجديدة، فإزاي خصصنا المساحات وأعدنا تشكيل جغرافيا المدينة بحيث تتلائم مع مشروعات جديدة، بحيث تتلائم مع اتساع في عدد السكان واتساع في المساحات واتساع في الخدمات أيضا. هو أصلا بقول لحضرتك أصلا المخطط بتاع المدينة، في مخطط ده هنا سكني، ده هنا، بس أنا زي ما بقولت لحضرتك بقى، إحنا اللي بنحدد المتطلبات اللي موجودة إيه. لقينا طائفة من الشعب عايزة إسكان جاهز وإسكان في مقدور الناس اللي هو شغالة في المصانع أو الموظفين، اللي هو الإسكان الاجتماعي اللي بيدعمه الدولة. ده الحمد لله زي ما قلنا خططنا مساحات في أحياء مختلفة هنا، يعني عندي في المدينة قبل الثاني حي 25، في حي المنطقة 25 المنطقة 7، وحي النور، وحي الفردوس اللي احنا فيه. ده اللي احنا خططنا فيه، قعدنا تخطيط فيه، عملنا فيه مساحات جديدة للإسكان الاجتماعي، حتى لو في اكستنشن كمان عاملينه في حي النور، مخطط برضو إسكان اجتماعي فيه هو وحي الفردوس. احنا كنا مخطط للمستقبل كمان. يعني في مخطط تاني فيه، يعني زي ما حضرتك هتشوف كده على المدى البصري هناك، في هنا اوضتين وصالة، احنا اللي احنا فيها دي ثلاث اوض وصالة. في دلوقتي جاري تنفيذ برضو مشروع إسكان اجتماعي اوضتين وصالة 75 متر. ودي شغالة كلها حسب الاحتياجات وحسب القدرات. حسب الاحتياجات. دي برضو بتلاقي من الشاب اللي لسه متجوز حديث مش محتاج الثلاث اوض، فبيكون محتاج، فلبينا برضو وعملنا اوضتين وصالة. طب يا باشمهندس، وده موجود في كل المدن على فكرة. لو فكرنا في الخمس سنين الجايين، حضرتك بتخطط يكون عندك كام ألف وحدة سكنية زيادة في السنين اللي جاية؟ بقول لحضرتك إن شاء الله الحمد لله هنا، بس أغلبية الناس هنا بتحب، احنا طابع الريفي علشان المنوفيه والبحيره والمحافظات جنبنا، بيحبوا قطع اراضي وهو يبني، فوفرنا بقول لحضرتك 38,000 قطعه جاري ترفيقها، وان شاء الله باذن الله على اخر 2020 هنكون خلصنا ترفيق الاراضي دي وكملنا استلامات الاراضي كلها المتاحه للناس. وبالنسبه للاسكان الاجتماعي؟ بالنسبه للاسكان الاجتماعي احنا عاملين 20,000 وحده، وان شاء الله مخطط كمان نعمل 10,000 وحده ان شاء الله باذن الله على حسب متطلبات الناس. في سواء اكستنشن في حي الفردوس او حي النور.